هكذا بدأت الأشغال شبير علي بن خليفة، طرقات بصدد الإنجاز والتعبيد، وطرقات أخرى اكتملت. مشروع ذات أولوية نظرا لأهميته في التنقل وفي جلب الماء، رغم تشكي البعض من التهميش الحاصل في مجال الطرقات وفي الربط بالماء الصالح للشرب. المياه هنا شو يخرجوا للسيد المعتمد، هذا هو المعتمد الجهوي يعرف. والله يبعد علينا حكايه جوز كيلومتر. السبابيل السبابيل وحنا عطاش. باش نجيبوا الماء؟ نجيبوا الماء ثم عنده سهريج نتاع زايل نتاع 500 لتر. وثم الدرك تورات يهزوا فيه للغريبه، يلقى فياج ب 50 دينار يبيع ما يهزناش احنا ب 10000 فرنك. طالبين كياس للابراج، الابراج راهي فيه هنا، راهي درها مشرد، ما يقول راهي يكون مشرد. تقعد على بير علي 22 كيلومتر. من غير ما نزيد سيد المعتمد 22 كيلومتر، امشي تو في كرهبتك واخرج تو من غير ما نزيدوا 22 كيلومتر من بير علي للابراج. ما عندناش كياس، درنا محابس هالقرايه فيه هنا تو علم به السيد المعتمد عنده جبتين ما يقراش. يحبوه يوصل لحاشيه الواد هكا 1300 متر نحب نعدوه. التلامذه نتاعنا والله يهبطوا السته في القندول 3 كيلومتر الكار تهبط 3 كيلومتر والسري يسروا من الخمسه نتاع الصباح. الماء والله جاوب البستيله اخوتي، ما عندناش لا ماء، الكل نجاوب البستيله اللي في الشارع هذاك. قداش؟ 15 دينار، ما شدناش حتى شهر، والزبله نطيشوا قدامها بعضنا، ني غافله جي جاري هذا ما غادي يحطها تحت الدار يمشي. مطر في ايام مطر نشدوا بيوتنا، حتى حد ما يخرج من بيت، ما عندك وين تخرج. كان على سقيك تخرج، كان ميكانيك راك ما عندك وين تمشي، لا اكثر لا اقل. اخوتي نطلبوا بالكياس، احنا ما حاجتنا حتى بشيء اخر منك، اعطونا الكياس والسلام. هذه الحاجه الاساسيه اللي حاجتنا بقى، يعطونا كياس ولو وانها الماليه نتاع الزين، وانها كل الفلوس اللي خلاها، وانها نحب المرزوق. شنو داراني هذا؟ شنو نحب تو؟ ها شنو تو؟ شنو اللي عملته؟ ما عملنا ما رينا شيء. يا حاجه هذه حي جديد. ني بالنسبه لي ني هيا برا تفضلوا، ارو داري ارو سكنتي، وهني عيله بنات، هيا ارو سكنتي. عندنا معناتها تعبيد طرقات، معناتها قرابه 117 كيلومتر بين تعبيد وصيانه. عندنا معناتها مشروع المندمج هذا، معناتها على وزاره التنميه، معناتها بتكلفه 6 مليارات، فيه معناتها في بناء معناتها قاع مغطاه معناتها قرابه المليار. مشاريع بدأت وأخرى بصدد الإنجاز أو الدراسة، من بينها المركب الصناعي الذي سيفتح الباب أمام عشرات العاطلين عن العمل في الجهة، إضافة إلى المشروع القديم المتجدد وهو المستشفى الجهوي ببير علي وبناء القسط الثاني ووحدة تصفية الدم، والتي ستقلص عناء التنقل لأكثر من 70 مريضا بالقصور الكلوي. بناء القسط الثاني من المستشفى الجهوي معناتها بتكلفة 5.5 مليارات، فما مركز تصفية الدم معناتها اللي هو يعتبر مكسب هام للمنطقة. بير علي ما صارت فيه الحاجة الباهي السبيطار، هذه منفعة للبلاد. من قبل عارفينها من عهد الزين، هذا من عهد الزين موجود، من 2007 موجود. بالنسبة لبعد الثورة ما صار في بير علي حتى حاجة، اللي يعطونا الحاجة اللي صارت شنو هي؟ مسؤولية المواطن والمسؤول مسؤولية مشتركة للنهوض بالتنمية الجهوية واستثمارها في مشاريعتهم الجهة. يلزم المواطنين على المستوى المحلي وهما اللي يقترحوا المشاريع نتاعهم، وهما اللي فهمتوا ولا تكون هناك حكمة محلية وحكمة جهوية حقيقية اللي تمكن المواطن من تبليغ الصوت نتاعه. المواطن ما يجم يعرف قيمة المشاريع هذه كل شيء كان بعد مدة، بعد 6 شهور 7 شهور باش بعد ما يتخلق المشروع. إذا معناتها ثم اهتمام على المستوى الجهوي ب معناتها تحسين البنية الأساسية بالمنطقة الداخلية. في صفاقس كانت تقبل البرنامج الجهوي للتنمية لا يتجاوز 3 مليون دينار، تو أصبحنا نتحدثوا على 28 مليون دينار وعلى 12 مليون دينار في السنة. إذا تقريبا الاعتمادات تضاعفت أكثر، يعني قرابة معناتها بين 4 و10 مرات. مشاريع بير علي بن خليفة وغيرها من الجهات التونسية هي في جزء كبير منها تكملة لأفكار وإنجازات ما قبل الثورة، وهذا ما يدل على سياسة التسلسل والمتابعة في المشاريع ما بعد الثورة.